الأعلامي التونسي علاء الشابي يصرح: أواجه مرضا صامتا، ويثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدم كشفه عن هذا المرض. التفاصيل بعد الجنجل. نشر الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية التونسي علاء الشابي تدوينة مساء اليوم الجمعة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أعلن فيها عن إصابته بمرض صامت. واعتبر كثيرون أن المرض الذي يعاني منه علاء الشابي هو السرطان بعد أن أسماه بالصامت، لكن لحد الساعة لا يعرف هذا المرض بعد أن رفض علاء الشابي الكشف عنه في التدوينة التي لقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من التعاليق التي تدعو الشفاء العاجل لعلاء الشابي. وجاء في هذه التدوينة: أواجه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا وقاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان، وذلك في صمت. مرض صامت يبدو لطيفا ومهادنا، خيرت المواجهة بمفردي ولكن لم أفلح في ذلك. نصف المعركة نفسية وذهنية، وهنا لا ينفع الصمت معه لأنه ماكر ويريد الاستفراد بي، ولن أترك له الفرصة هكذا ببساطة. أمامي أقل من شهر للتغلب عليه إن استطعت. أسلحتي بسيطة وأسلحته مذمرة، والمعركة تبدو غير متكافئة بيننا، ولكني على يقين تام بالانتصار عليه. بحب الحياة ومقت العدم لا أنكر أنني مرتبك جدا من كل شيء، ولكني لن أستسلم إلى آخر لحظة، ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق. إيماني بالله كبير، وهو أشد فتكا وتدميرا من جبروته وقوته. علاء الشابي. وكان علاء الشابي قد تزوج من رملة ذويبي في شهر أفريل 2019، وأقام حفل زفاف أسطوري حضره العديد من نجوم الفن والإعلام والكرة والرياضة. وعلى الرغم من ذلك، فقد واجه علاء الشابي ورملة ذويبي الكثير من الانتقادات والإشاعات، منها أنهما على أبواب الطلاق، حيث نشرت صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإعلامي علاء الشابي وزوجته رملة ذويبي سينفصلان قريبا، حيث تم تحديد أول جلسة في أواخر ذلك الشهر، أي أواخر سنة 2020. وخرج علاء الشابي وقتها للتهديد والوعيد والقول أن حياته الشخصية خط أحمر، وأنه هو ورملة لا يمكن لهما أن ينفصلا. كما واجه علاء الشابي الكثير من الانتقادات بعد القضية التي طرحت بينه وبين ابنة أخيه، التي قالت بأنه قد حذف ومارس الرقابة على حصتها وبرنامجها التي كانت ضيفة فيه. كما أن علاء الشابي غادر في وقت سابق قناة الحوار التونسي والتحق بقناة التاسعة، وتم التنازل على برنامجه لأخيه عبد الرزاق الشابي والكثير من اللغط. كما قال علاء الشابي في وقت سابق أنه يتجه لأن يكون منتج برامج بعد أن تعب من تقديم البرامج التلفزيونية الاجتماعية والترفيهية، على غرار عند من قل لك لعدة سنوات ومواسم وبرنامج أمور جدية والكثير من البرامج الأخرى التي قدمها عبر قنوات التلفزيون التونسية الخاصة والعمومية. هذا وتفاعل الكثير من الأوساط الفنية والإعلامية مع الإعلامي علاء الشابي بعد منشوره على الفيسبوك، وتمنوا له الشفاء العاجل، وقدمه له الكثير من الدعم المعنوي حتى يتغلب على هذا المرض الصامت كما سماه، واعتبره الكثيرون أنه مرض السرطان، في حين قال آخرون أنه يمكن أن يكون وباء كوفيد-19، والذين استبعدوا ذلك أيضا. فإن كان في الفعل مرض فيروس كورونا لكانها أسماه بالاسم،
ولكنه قال مرضا صامت، وبالتالي فكل التخمين اتجه إلى مرض السرطان، وتمنوا له الكثير من القوة والإرادة حتى يتغلب على الوباء، كما عودهم بابتسامته وقوة إيمانه وعزمه وإصراره على حب الحياة. فهو الذي تزوج لثالث مرة ولم يستسلم في هذه الحياة رغم المصاعب والتعب ببرامجه الكثيرة.